حلب عقد مؤتمرات بالمحافظات لتوفير فرص استثمارات في الأقاليم. قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن كل محافظات مصر ستشملها التنمية لأنها جزء من خطة الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمرات في المحافظات المختلفة لتوفير فرص استثمار في الأقاليم، وأضاف أن الحكومة ستتابع كل المشروعات والاستثمارات التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر الاقتصادي، موضحا أن وزير الاستثمار سيقود عملية المتابعة والاستثمارات الوافدة إلى مصر. ويمكن ده احنا اللي بنأكد عليه، أهم من نجاح هذا المؤتمر هو المتابعة اللي بتؤكد وتبرهن يعني استمرارية نجاح هذا المؤتمر واستمرارية نجاح هذه المشروعات التي تم الإعلان عنها داخل هذا المؤتمر. معنا على الهاتف الدكتور عماد مهنا، أستاذ الاقتصاد السياسي. السلام عليكم دكتور عماد. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ واتفق معاك تماما انه لابد ان تشمل التنميه كافه محافظات مصر وخاصه المناطق النائيه. نعم يا فندم. طيب حرص معالي رئيس مجلس الوزراء على انعقاد مثل هذه المؤتمرات في كل محافظات الجمهوريه حتى تشملها يعني هذه التنميه، رؤيه حضرتك يعني ليه احنا يعني رئيس مجلس الوزراء عايز يعقد هذه المؤتمرات في المحافظات، او النتائج الايجابيه اللي ممكن يعني تعم من خلال يعني انعقاد هذه المؤتمرات يا فندم في المحافظات المختلفه؟ تمام. هو طبعا خلينا نقول انه مشاكل مصر الاقتصاديه بترجع لبدايه التسعينات. نعم. وحصل مجموعه من برامج الاصلاح الاقتصادي، والسبب ان احنا لسه في 2015 عندنا مشاكل اقتصاديه هو النقطه دي بالذات، وهي انه خطط التنميه لم تكن شامله لتشمل الجمهوريه كلها، وبالتالي ترتب عليها الهجره من المناطق النائيه وخاصه من مناطق الصعيد الى القاهره والتكدس. نعم. النهارده الفكره انه مع حتى اعاده رسم محافظات مصر ان تشمل التنميه كافه المحافظات، واول محور هنا هنتكلم عنه هو المشروعات القوميه، لانه المشروعات القوميه كجزء من ال 160 مشروع اللي تم الحديث عنهم عندنا 22 مشروع قومي، ولو تسمح لي في يعني ثواني بسيطه اذكر بعضهم وتوزيعهم. عندنا طبعا محور قناه السويس، وده هينمي منطقه سيناء وشرق الدلتا. عندنا تنميه الساحل الشمالي، عندنا الضبعه والقطاره في منطقه العلمين ومطروح، وعندنا الزعفرانه فيها المناطق طاقه الرياح، وعندنا في غرب اسوان وشرق الوادي الجديد عندنا الطاقه الشمسيه، والمثلث الذهبي هنا بننزل على حلايب وشلاتين. فاللي عايزين نقوله هنا انه اولا المشروعات القوميه سيتم ادراج كافه محافظات مصر وخاصه المناطق النائيه والمناطق الفقيره. جميل. الجزئيه الثانيه انه انا النهارده محتاج ان اشرك المواطن في عمليات التنميه، زي ما احنا بنحاول دلوقتي من خلال التوعيه السياسيه والاقتصاديه اشراك المواطن اللي كان قبل كده مهمش في عمليات التنميه وبناء مصر القرن ال21. نعم. عشان بالتالي يستفيد كل الفئات. هكلم حضرتك عن حاجة صغيرة جدا هيستفيد بيها الأقاليم كمان، انه شكل الاقتصاد المصري وهيكله بيعتمد بشكل أساسي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي هي الكشاك والورش الصغيرة والدكان اللي في الحارة. ده بيمثل 99% من عدد الشركات المؤسسة في مصر في القطاع الخاص، وبيساهم بأكثر من 80% من حجم القيمة المضافة بالنسبة للمواطنين، لكن مشكلته بتتركز في أنه بيساهم أيضا للأسف 4% فقط من حجم التصدير الدولي، في حين أنه النسبة دي 60% في حجم الاقتصاد الصيني. فإذا النهاردة تنمية الصين وانفتاحها على العالم كان من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدراج التنمية في كافة أنحاء الصين واستغلال المشروعات الصغيرة في حتى البيوت، ويعني مش عايز أقول لحضرتك حتى في بير السلم، لأنه النهاردة بيجي لنا منتجات معمولة في غرف صغيرة. فعايزين النهاردة الجميع يشترك، الجميع يستفيد، والجميع ينمو بنمو مصر نحو القرن ال21 برؤية جديدة تمام يا رب العالمين. شكرا ليك الدكتور عماد مهنا أستاذ الاقتصاد والسياسة، شكرا لحضرتك يا فندم على هذه المعلومات.